السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد اليوم اخوتي، غادي نهضر لكم على العاصفه خاص في المغرب. اكتشفت بزاف ديال المدن فيهم هاد العاصفه، ابتداء من الخمسه حاليا. ابتداء هاد العاصفه وهاد التبروري خاص بعض المدن خاص في المغرب، تماره، قنيطره، الرباط، بزاف ديال المناطق فيهم هاد العاصفه. وقررت باش نبارطاجي معكم هاد التبروري وهاد العاصفه اللي ضربت بعض المناطق خاص في المغرب. بغيتو تكتشفوها هو اللي عليكم، وتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي، اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي، دقوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. تحذيري ثم حذاري اخوتي من هاد العاصفه. حاليا ذكروا بانه بعض المناطق خاص في المغرب غادي تكون فيهم عاصفه مجهده، تبروري، العاصفه، تولوج، وخصوصا تارودانت، تازا، بزاف ديال المناطق في المغرب غادي تكون فيهم عاصفه ديال الشتاء والتلوج. دابا خوتي غادي نخليكم تكتشفوا هاد العاصفه وهاد التبروري، خصوصا الرباط، تماره، وقنيطره. المهم داكشي واعر بزاف، تبعوا معنا خوتي تكتشفوا بزاف. العاصفة والتبروري ابتداء من الرابعة
نشوفوا الشوارع والمناطق خاصة في الرباط. هذا المكان تبروري تبروري تبرو كي طيح. هذه الخدام سوى كلاس. مع كبيرة. شوف سبحان الله. عطيه خطط رعدة وحدة ما شاء الله. الله يرحمنا يا ربي في هذا النهار، يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ان شاء الله، يا ربي تشفي كل واحد مريض اللي مات الله يرحمه. سبحان الله. شفتاش مازال الرعده. الله يرحمنا يا ربي رحمته. سمحوا لي ما درتش لكم مقدمه، جيتني نشان. السلام عليكم حبابي، ان شاء الله تكونوا بخير على خير، باش تمنيتوا ان شاء الله صحتكم. اشي عبود الشمس.